بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم وفيديو جديد ومختلف على قناتنا قناة الف ستار. والنهارده الفيديو الجديد بتاعنا يا رب يعجب حضراتكم. والفيديو كده نخش على طول في الموضوع. الفيديو بيتكلم عن اهم 5 ادوات في الكلمات الافتتاحية. تمام، يعني ايه كلمات افتتاحية؟ الكلمات الافتتاحية هي الناس اللي بتستخدمها في البحث عن فكرة معينة او عنوان مناسب، تمام، او جمل مناسبة. الجمل دي بتتصدر صندوق الوصف او بتتصدر التاجز، تمام. ولما تعمل الكلمات الافتتاحية دي هتضمن لك بحث مناسب. تعال نشرح ونبسط الموضوع اكتر كده عشان ما نلخبطش الدنيا. انت لما تحب تعمل فيديو على يوتيوب عايز تختار عنوان مناسب للفيديو ده، هدي لك انا الادوات اللي تساعدك عشان تختار فيها العنوان المناسب ده. وكمان لما حد يبحث في اليوتيوب يضمن له ان العنوان اللي انت اخترته ده يظهر له، وبكده انت هتتصدر اليوتيوب. تعالوا بينا كده على اللابتوب اللي ورايا ده ان شاء الله هنشتغل عليه عشان افهمكم يعني ايه اهم 5 ادوات في الكلمات الافتتاحيه. قبل ما نخش على الموضوع سريعا كده، تحت الفيديو ده اشتراك ولايك لو عجبك الفيديو، تمام، وتعالوا بينا نخش في الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم مره تانية في قناه الف ستار. زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم، دي قناتي على اليوتيوب. يسعدني تشريفكم واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. تعالوا نتكلم في الموضوع بسرعه على طول، وهي اهم 5 ادوات تستخدم في الكلمات الافتتاحيه. والاداه الاولى اللي هو الموقع اللي قدام حضراتكم اسمه كيورد تولز. الموقع ده زي ما انتم شايفين انا فضلت ان انا استخدم التليفون المحمول على اساس ان التليفون وسيله سهله وتقدر انك انت تشتغل عليها بسهوله واسرع من اللابتوب او الكمبيوتر. طيب انا هسيب لكم رابط الموقع ده تحت اسفل الفيديو عشان تبقوا تستخدموه. هنختار مثلا انت عايز تحط العنوان ده في جوجل، في اليوتيوب، في امازون، اي بادي، بلاي ستور، انستجرام، تويتر وهكذا. فهنختار الايه اليوتيوب على اساس ان احنا نحط العناوين دي فين في ايه اليوتيوب، تمام. بعد كده هنختار اللغه العربيه. احنا طبعا هنختار اللغة الايه العربية. وبعد ما نختار اللغة العربية انا كنت عامل فيديو على في القناة بتاعتي عن ازاي انا خسيت في خلال 2 شهر وحكيت فيها معاناتي مع السمنة. تعالوا مع بعض كده ممكن نختار كلمة انقاص للفيديو ده، عنوان انقاص الايه الوزن، تمام. ولما نشوف كده مع السيرش هيديني ايه زي ما انتم شايفين، تمام. طيب هو اداني مجموعة من العناوين اللي انا ممكن استخدمها في ان انا احطها في العلامات عندي، ولما تيجي في محرك البحث يظهر الفيديو بتاعي وتقدر الناس تشوف الفيديو بتاعي. انا مثلا هختار انقاص الوزن فين في اسبوع، تمام، واروح ادوس على كلمة كوبي. وبعد كده بخش في الاستوديو الخاص بيا في قناتي، وزي ما انت شايفين ادي الاستوديو الخاص بيا في قناتي. اروح ادوس على رسمة القلم اللي من فوق، تمام، واجي من تحت خالص في اضافة علامة واروح اعمل لصق، تمام، لانقاص الوزن فين في اسبوع. زي ما انتم شايفين لما انا كده عملت كده انقاص الوزن في اسبوع، تمام، ظهر لي كلمه حفظ من فوق. هكمل انا اشوف عاوز اخد عنوان ايه تاني. لو انا مثلا كتبت انقاص الوزن للرجال نفس القصه كوبي، واجي من تحت كده واروح ادوس ايه لصق، تمام، وانزل انقاص الوزن للرجال، تمام. ناخد عنوانين تاني، انقاص الوزن مثلا في شهر، واروح ادوس كوبي، تمام، اهو ادوس كوبي واروح اجي تحت واروح ادوس انقاص الوزن فين في شهر، تمام، واروح ادوس كده وهكذا. انا ممكن احط اكثر من عنوان، نحط عنوان تاني برضه عشان الناس تبقى متابعه معايا، انقاص الوزن بدون رجيم، تمام، واروح ادوس على كلمة كوبي واروح لاستوديو الخاص بيا في العلامات واروح ادوس على لصق، تمام، وانزل تحت وهعمل حفظ. دلوقتي هيظهر قدام حضراتكم او زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم ان الناس دلوقتي هتعمل اللي هيجي في محرك البحث في اليوتيوب ويكتب مثلا عن كلمة انقاص الوزن، تمام. بعد كده في العلامات اللي زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم هيظهر الفيديو بتاعي، بس طبعا لازم الفيديو الاول يتراجع عند اليوتيوب، بعد كده هيظهر في محرك البحث. طيب ده بالنسبة للأداة رقم 1 من الأدوات. الأداة رقم 2
خش على تاني أداة بتستخدم في الكلمات المفتاحية وهي محرك البحث جوجل، وجميع الناس بتستخدم محرك البحث جوجل وبيبقى موجود كثير من العناوين في محرك البحث جوجل. فلو أنا كتبت مثلا إنقاص الوزن في محرك البحث جوجل، لو أنا من تحت خالص كده نزلت تحت خالص هتلاقوا مجموعة من العناوين: إنقاص الوزن في يومين، إنقاص الوزن بالعشاب، إنقاص الوزن بالماء. لو أنا عايز مثلا أخد العنوان ده بدخل عليه بضغط عليه كده وبيجي لي العنوان في محرك البحث من فوق، بضغط دوسة طويلة كده زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم وبحدد العنوان دوا، وبعد ما بحدد انا العنوان دوا بروح اعمل له كلمة نسخ، وبعد كده بروح على الاستوديو بتاعي تمام وبختار الفيديو بتاعي زي ما انتم شايفين كده، وبعلم على علامة القلم الموجودة، وتحت خالص اروح ادوس كلمة في العلامات، اروح ادوس كلمة لصق تمام، وانزل تحت كده انا عملت انقاص الوزن فين في يومين وهكذا. عايز مثلا انقاص الوزن بالماء اروح نفس القصة اعلم عليها، اضغط عليها دوسة طويلة كده واعمل لها تحديد، اروح اعمل لها كلمة نسخ، واروح على الفيديو بتاعي واروح ادوس كلمة لصق تمام، وانزل تحت اهو انقاص الوزن بالايه بالعلامات. رقم 3 واللي بتستخدم فيها الكلمات المفتاحية وموقع جميل اسمه كيورد تول. الموقع زي ما انتم شايفين كده قدام حضراتكم موقع جميل جدا، انا هسيب لكم الرابط بتاع الموقع في اسفل الايه الفيديو. هنا من تحت بختار البلد، انا مثلا هنا هختار ايجيبت وهختار ايجيبت عربيك، وهنا مثلا هكتب انقاص الوزن، وبعد كده بعمل سيرش او البحث بتاعي. هنا بيقول لي ان الكلمة بتاعتي شايفين اول جزئية دي قدام حضراتكم اللي هي مكتوب فيها 58، بيقول لي ان نسبة البحث فيها ضعيفة جدا بنسبة 58. كل ما كانت النسبة اقل كل ما كانت نسبة البحث قوية جدا من الناس، يعني لو كانت مثلا نسبة البحث 20 يبقى معنى ذلك ان في عدد كبير جدا جدا بيبحث عن الايه الكلمة دي. هو هنا بيحلل القصة دي ان هو عنده 71 كلمة ممكن ان انا اختار او من الكلمات اللي دايما متداولة في البحث. فلو انا مثلا على سبيل المثال اخترت انقاص الوزن 4 كيلو في شهر، بضغط عليها دوسة طويلة كده وبعد كده بعلم عليها تمام اهو انقاص الوزن فين في شهر، وبعد كده بدوس انسخ وبروح برضو على الصفحة بتاعتي في الاستوديو تمام، وبخش على رابط الفيديو من تحت وبخش في العلامات زي ما انتم شايفين كده من تحت، اروح اضغط ضغط طويلة واروح ادوس ايه كلمة لصق تمام، اروح ادوس كلمة ايه لصق اهي هعملها لكم تاني تمام اهو ماشي، اروح امسح دي كده وامسح اللي تحت كده، وبكده انا عملت كلمة انقاص الوزن في شهر، وانزل تحت كده واهو زي ما انتم شايفين انقاص الوزن ايه في شهر، بس هو انا عشان اخترتها قبل كده فهو عشان كده عملها لي اهو زي ما انا عايز اهو، لو دوست انتر بس فانا ببدا اشيل الزيادات اهو زي ما انتم شايفين اهو تمام. كل دوا فدوا محرك البحث رقم ايه 3. وفي كده حبايبي اكون في نهايه الفيديو وصلت لكم فكره اللي هي المواقع اللي بتستخدم الادوات في العناوين الافتتاحيه. احنا عملنا 3 مواقع من اصل 5، قلنا 5 بس احنا عملنا 3 لان انا وجدت ان التانيين ما لهمش اي لازمه ومش هيساعدوك كويس، فهم الثلاث مواقع دول ممتازين جدا في انك انت تختار منهم الادوات في العلامات الكلمات الافتتاحيه اللي بتساعدك في عناوين البحث في اليوتيوب. هسيب لكم رابط الثلاث مواقع تحت، وهو جوجل معروف، هسيب لكم رابط الاثنين تحت الفيديو تمام. اتمنى اكون الفيديو عجبكم، واتمنى ان الفيديو يكون وصل فكرة الكلمات المفتاحية، ودي هتسهل عليكم جدا جدا لو انتوا فكرتوا تعملوا بحث في اليوتيوب او حد فكر يعمل بحث، وبكده الفيديو بتاعك هيكون ترند على اليوتيوب. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، انتظروني بكل جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.